زيارة هي الأولى للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر منذ حضوره حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. الزيارة تركز على الجانب الاقتصادي بصورة كبيرة، حيث سيشهد الرئيسان المصري والفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات والمشروعات على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، حيث سيرافق الرئيس الفرنسي وفد اقتصادي كبير. في مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية المفترض أنها يتم توقيعها، حوالي 30 اتفاق اقتصادي تتناول مواضيع خاصة بالطاقة وبالسياحة وبالتجارة وبالاستثمارات الفرنسية في مصر، لأنه رئيس الجمهورية حيأتي ومعه حوالي 60 رجل أعمال ومن يعني رؤساء كبريات الشركات الفرنسية. الجانب السياسي سيكون أيضا حاضرا بقوة في مباحثات الرئيسين، خاصة ما يتعلق منه بمجال مكافحة الإرهاب وبالوضع في ليبيا، فضلا عن مبادرة لفرنسا لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. متابعون، توقعوا أن تتم مناقشة ملف الحريات وحقوق الإنسان بتحفظ بين الرئيسين، خاصة بسبب ما أحدثته قضية الطالب الإيطالي مؤخرا من تداعيات. فرنسا يمكنها أن تلعب دور في التهدئة دون أن يكون هناك تمدد لهذه القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي، نظر الدور التي تلعبه فرنسا في هذا الاتحاد. الرئيس الفرنسي الذي سيلتقي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وشخصيات ثقافية يعتبر واحدا من أهم الداعمين لمصر بعد ثورة 30 من يونيو، حيث عقدت مصر مؤخرا في رئاسته واحدة من أكبر الصفقات العسكرية شملت طائرات الرافال والفرقة طفرم. يبدو أن الملف الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات والاستثمارات سيشكلان الشأن الأبرز في زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، وسمة مميزة في زيارة أي ضيف لمصر مستقبلا حتى وإن لم يغب الجانب السياسي. أحمد بجاتو، العربية، القاهرة.